2017 كثير من الأشياء شهدناها. قرار وزير التعليم بإدخال البرامج الرياضية في مدارس البنات الحكومية، وأيضا قرارات كبيرة بفتح كليات وأقسام رياضية في الجامعات السعودية لتخريج كوادر وطنية في المجال الرياضي، سواء على مستوى إداري أو فني أو تسويقي أو غيره. فهذا يدعم رؤية 2030 في زيادة مشاركة المرأة من 22% ل 30%، وأيضا تنويع مصادر الدخل في هذه الأعمال، زيادة أيضا نسبة الإيرادات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستثمار طاقة الشباب في مشاريع وفي التنمية. أيضا قرار رئاسة سمو الأميرة ريما بن بدر بن سلطان لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية كرئيسة لاتحاد سعودي، وهو الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، كان قرار عظيم، لأنها ترأس الآن. كانت عندما أعلنت أعلن تعيينها كانت فقط مسؤولة عن النشاط النسائي، ولكن الآن بعد تعيينها كرئيسة اتحاد الرياضة المجتمعية فهي مسؤولة عن رياضة المجتمع، سواء شبابا أو يعني للإناث وللذكور. فهذه قرارات كانت مهمة جدا، لكن أيضا كان في أنشطة محلية أحسها كانت مثلت أحداث مهمة في 2017، مشاركة المرأة في ملعب الجوهرة والبطولة الافتتاحية ما بين فريق جدة يونايتد وفريق دودل، وأيضا قيامها لأول مرة في بطولة الجامعات هناك كانت تاريخية. كانت هنا أنا بالنسبة لي أيضا الماراثون مركز العون في جدة، وحضور الأميرة ريما لدعم هذا الماراثون لفئة الاحتياجات الخاصة كان جدا مهم، لأنه شهدنا على مدى الخمس سنوات الماضية كثير من زيادة الأعداد، زيادة المهتمين، فبالنسبة لي هذا إنجاز. كان لنا إنجاز على مستوى رياضة دبلوماسية، كان لنا مشاركة في فرنسا في باريس مع فريق بالتحديد جامعة باريس، وبصراحة يعني ذهبنا فقط للمشاركة، ولكن تفاجأنا أننا استطعنا أن نهزم فريق باريسي عمره 100 عام كنادي، فهذا كان بالنسبة لنا أيضا يعني أعطانا كثير من الأمل والبشرة السارة. أيضا من الأشياء القرارات الجميلة التي سمعناها هي قرار دخول العوائل إلى الملاعب، فإن شاء الله سنشهد أول مباراة قريبا في 12 يناير. صراحة يعني لا نستطيع القول غير أنه هذا هو عصر المرأة، هذا عصر تمكين المرأة السعودية، فعلينا مسؤولية كبيرة، ولا يعني أبدا لا يوجد لنا أي حجة لنقول أننا لا ليس لنا مثلا مجال أنه إحنا نشارك. الآن الدولة صريحة وواضحة في إعلان رؤيتها بتمكيننا، وإن شاء الله أعطانا كل الفرص لنشارك الرجل. 2017 هي سنة الحلم السعودي المتحقق، فعلا في نظري هي كذلك.